منقحة عاملاها دار الشعب وموجودة. يعني مين قال ان الطبعة المنقحة مش موجودة؟ ما هو موجودة، اللي عايز دي يشتريها واللي مش عايز دي يشتريها. ما احنا نفسنا ممكن نعمل طبعة للشباب والاولاد مختصرة ومنقحة. يعني عندما نتناقش في الادب والفكر يبقى الكلام بالحوار وليس بقضايا الحزب. دي مسألة في منتهى الأهمية. طيب فكرة وده طلعنا للدائرة الأوسع دكتور، وهي فكرة مناخ الحرية. هل حضرتك شايف ان مناخ الأدبي ومناخ الإبداع بيتعرض لردة؟ مش مناخ الأدب ومناخ الإبداع، خلينا نتكلم بس بصراحة. أنا عايز تقييم ويعني نظرة موضوعية. طبعا المناخ العام يتعرض لردة ويتعرض لمهاجمات سلفية. يعني هل تتخيل أن يجي واحد النهاردة عايز يحاسب الأزهر على أنه وافق على صدور هذه الرواية منذ ألف عام؟ يعني هل ده كلام يعقل؟ ما ينفعش، يعني كلام ما ينفعش، كلام غير وارد. طبعا بنعاني من تصايد وبنعاني من ردة، واذا استسلمنا لها سنعاني من ده كلام الحقيقه يعني يصعب على العقل فهمه لسبب. المفروض ان اصحاب اي فكر، يعني انا ما بتكلمش دلوقتي عن صح ولا غلط، وكل صاحب فكر يحترم، لان احنا بنتكلم عن احترام حريه الفكر بالتاكيد، فلا يجب ان يصادر على فكر احد حتى لا اسمح لاحد ان يصادر على فكري. كلام جميل جدا، صح، متفق معاك فيه. فاذا كان صاحب كل فكر يجب ان يكون في اهم اولوياته هو توسيع مناخ الحريه، توسيع مناخ الابداع، علشان اقدر اقول فكري حتى لو شاطط، حتى لو مش عاجب الاخرين. فازاي يبقى انا هدفي كده وفي نفس الوقت بعود الى فكره المصادره والحسبه و الرجوع عن الحريه؟ حسب نوع الفكر بقى يا استاذ تامر. هناك فكر ليبرالي ديمقراطي يسمح بالراي والراي الاخر ويسمح بالاخذ والرد. هو ده اللي حضرتك بتتكلم عليه، وده الفكر السليم. مظبوط. ناقش انا وانت، انا هقتنع ببعض كلام من رايك وحضرتك هتقتنع ببعض كلام من رايي. ولكن عندما افرض رايي وصيا واحدا على الامه وعلى اخلاقها وعلى معتقداتها بيبقى الامر مختلف. يبقى ما لم تكن توافقني فيبقى انا احكم عليك بالمصادرة وربما بالكفر وربما بأكثر من ذلك. صحيح. هذه المشكلة، وبذلك أنا ما بسميش ده فكر، أنا أسمي هذا إرهاب. الفكر هو الذي يقوم على المحاورة. طيب هو في بعض الناس، وأنا كنت بكلم حضرتك من شوية عن فكرة كيفية التصدي، وحضرتك قلت واحد من أهم أساليب التصدي هو عدم التراجع. طبعا في بعض الناس أخذت على حضرتك وعلى بعض المدافعين عن الموضوع ده إن كان منهجكم الدفاع عن الرواية وكأنكم في موقف المتهم. يعني دايما عارف حضرتك لما انا ابدا بالهجوم انا كده كسبان 50% قبل ما نتكلم. مظبوط. وحضرتك اللحظه اللي تبدا فيها في الدفاع، اصل هي 30 لفظ بس في مقبل مش عارف ايه، وهي موجوده في سياق فني مش موجوده لوحدها، والغرض ليس التجاوز او خدش الحياه بقدر ما كذا، احنا كده دخلنا في صفوف المتهمين المدافعين عن نفسهم، وده بيخسر القضيه. ده موقف ضعيف. مظبوط. بس خليني اقول لحضرتك حاجه، كلامك صح، بس في فرق بين ان انت تختار الوضع بتاعك وان انت تجبر على وضع معين. يعني نحن بدأنا من وضع متقدم فينا بلاغ للنائب العام بدعوى حزبة، اذا نحن حتى قانونا في موقف دفاع. انت قالنا فعلا مثقفين مصريين كلهم الحقيقة الى موقع الهجوم بان احنا هنطبعها تاني كما هي، والطبعة التانية هتبقى موجودة في اخر الاسبوع. ده من وجهة نظرنا رد يعني ثقافي وفني مقنع. انا بس عايز اسمح لي اقرا كلام مهم جدا 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 من حكم المحكمه. واحد بيتكلم عن قيمه الف ليله وليله، بيقول: ومثل فنون الشعوب الاسلاميه وادبها لا يؤخذ من جانبها اللاهي او الماجن، ذلك ان هذا الجانب قد تمت موازنته بكم هائل من الادب الشعبي الذي وجد اشهر تعبير عنه في كتاب الف ليله وليله. يعني مش 30 لفظ يبوظوا علينا عمل أدبي صفحة غيار العام. بص الكلام: ومن حيث أن ما تقدم يوضح قيمة ذلك المؤلف إذا ما نظر إليه ككل متكامل، فينهار به ركن القصد الجنائي اللازم توافره في حق المتهم. ينهار به القصد الجنائي. سيبك بقى من القصد الجنائي وشوف ختام الحكم. طب. ده حاجة عظيمة جدا. بقول: ومن حيث أنه لما يؤكد ذلك أن مؤلف ألف ليلة وليلة كان مؤلف ألف ليلة وليلة كان مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة، ومنه استقى كبار الأدباء في العالم عامة والعربي منه خاصة روائعهم الأدبية، الأمر الذي ينفي عنه مظنة إهاجة تطلع ممقوت أو الإثارة الشهوانية لدى قرائه، إلا
من كان منهم مريضا تافها وهو ما لا يحسب له حساب عند تقييم قيمة تلك المطبوعات الأدبية. هذا رأي القضاء أن ألف ليلة وليلة لا تثير غرائز إلا المريض التافه. صورة الحكم هي ده حيثيات الحكم. وعايز أقول لحضرتك إذا قرأنا جميعا ألف ليلة وليلة فستسمو بغرائزنا وسيرتفع خيالنا وسنحلق به. ألف ليلة وليلة دي غيرت العالم كله، هي اللي عملت الواقعية السحرية اللي موجودة في أمريكا. لا طبعا شك طبعا ان كلنا بنتكلم في ايه هنيجي احنا نتكلم في ده، الخيالات اللي موجودة في ألف ليلة وليلة وشكلت وجدان كثير من طيب انا قدامي دقيقة او اقل، انا عايز اقفل موضوع ألف ليلة وليلة وعايز امسك نقطة وارجو ان يتسع صدر حضرتك ليها. اذا كنا نتحدث عن ان احنا دلوقتي في 2010 المفروض ننطلق فيه في سماء الحرية والابداع، بنتكلم عن دعاوى الحسبة والردة في الفكر والابداع، انا الحقيقة لازم غصبا عني ارجع ده الى المناخ الثقافي. تمام. واذا ارجعناه وحضرتك قلت تمام هي تتفق معايا طبعا، يبقى لازم اتكلم على ان المشروع التنويري الثقافي المصري به خلل، وهو اللي اوصلنا الى الخلل في المناخ الثقافي دلوقتي. مظبوط. واذا قلنا ان المشروع ده هو اساسا دور وزارة الثقافة، لا مش مظبوط، انا جاي لحد هنا. طب انا جاي لا ما هي لحد هنا لحد هنا انا عشان هقول هيئة قصور الثقافة. لا 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 اتفضل اتفضل. على الاقل هي اللي تحط الملامح العامة، على الاقل لازم الدولة يبقى عندها صياغة المشروع وكلنا نمشي وراه، لكن مش هيمشي مع مشروع عام كلنا نتفق او نختلف عليه كمواطنين. طيب اتفضل ارد عليك في نص دقيقة. ارجوك في نص دقيقة. الثقافة بشكل عام شيء اختياري للاسف الشديد حقيقة، يعني انا ما بشتريش كتاب، ما بروحش السينما، ما بروحش مسرح الا باختيار. تمام. ما باخدش الاوبرا الا باختيار. تعال بقى انا عندي مستويات اخرى، ده انا قصدي على ثقافه وزاره الثقافه. انا عندي التعليم الاساسي ثقافه اجباريه. التعليم الجامعي ثقافه اجباريه. مظبوط. الاعلام ثقافه ملحه وجميله ومحببه لانها ممزوجه بمتعه. مزبوط. وليس بعناء. مزبوط. فدور وزاره الثقافه وللاسف الشديد ياتي في منظومه تشكيل الوعي الان في الاخر رقم 4، ولو ده لو ما دخلتش في الوسط ان في ناس بتقطع كل دول وبتقيم عوالمها المستقله على الانترنت. شرفتني يا دكتور. انا اللي اتشرفت. شكرا جزيلا وبالتوفيق في المعركه. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. بكره يوم جديد في مصر النهارده. تصبحوا على الف خير.